اه مشكله ولاو كيشعلوا بزاف الشاجورات بزاف بزاف مشكله الواحد البال ديالو الايام ما بقاش اللي كاين. إذن مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من مدينه المحمديه. حريق اللي اندلع اليوم بمدينه المحمديه وكان السبب ديالو هو شارجور دار حاله في الدار واحد الحريق اللي هو ما غاديش نقولوا مهول وانما راه دار الرعب وخلف بزاف ديال الخسائر نعاود نكررها بسبب شارجور. معنا سي حسن اللي هو تقني وخبير في التكنولوجيا وايضا في المعدات ديال الهواتف اللي غادي يعطينا شنو هي الاسباب ديال انه الشارجورات كتشعل فيهم العافيه وكيتسبوا الاضرار بالنسبه للمنازل. السلام عليكم. السلام عليكم سي خالد، صباح الخير. الله يحفظك. الله يحفظك. كنشكرك بزاف على الاطلاله ديالك على هذا الموضوع ديال الشارجور اللي سبب بزاف الحرائق تقريبا على جل المغرب، في المغرب تقريبا ظاهره عالميه معروفه هذه. من ضمن الاسباب اللي كيخليو ان العافيه تشعل في الشارجور، معروفه ان الشارجور اللي كان ملي ما كان ماشي دوريجين. ثاني حاجه طريقة الاستعمال ديال التليفون، كاين بعض الناس اللي كيخليو الشارجور في الضو وكيخليو التليفون كيتشارجا، هو نورمالمون خصو يوصل 100% خصو يتحيد من الشارج. حاجة واخا يكون دوريجين كاينين اللي دوريجين ولكن اوتوماتيكمون ملي كيتشارجا سمعنا صافي راه كيبقاش عاطيك ما كيبقاش عاطيك الضو، هذاك اللي كيكون اوريجينال اوريجينال اوكي واخا تخليه في الضو ماشي مشكل، اما بالنسبة للكوبي لا يوصل 100% تحيديه. وكاين مشكل اخر عاوتاني، كاين بعض الناس اللي كيديروا الشارجور في الضو وكيبقى يلعب بالتليفون. واي شارجور عنده واحد المده ديالو، مثلا ضرب فيه الشارجور واحد الا كان عادي كضر فيه 6 شهور خصك تبدل ليه الشونجي، لان نورمال كيعيا ديك البياس ديالو الداخلين كيعيا. هي اول مره حتى هو عنده مده صلاحيه، عنده مده صلاحيه ديال الشهور. مع مشاهدينا الشارجور عنده المده ديال الصلاحيه، حنا ما بغيناش نبينوا الشارجورات باش ما يقولوش حنا ربما كنديروا لهم اشهار ولا شي حاجه، حنا كنقوموا بعمل خدماتي توعوي. الشارجور اللي كان اوريجينال واخا تخدم به واحد المده ما كاين حتى شي مشكل، واخا يكون اورجينال خصو العام ديالو يتبدل لي الشونجر، لان اي حاجه كتعيا اي حاجه كيسخن هذاك البياس ديالو فهمتي. دابا كاين اللي مثلا كيكون عنده الشارجور دوز عنده مده طويله وكيتحليه من هنايا وكيدير ليه سكوتش. انا صراحه انا منهم كندير ليه سكوتش من هنا سكوتش من هنا خاصو يبقى خدام حتى يسالي الراس. من ضمن الحوايج اللي كيوقعوا مثلا الانسان كيبقى يتعامل مع كيبقى يدير الشارجور كيتقطع ليه من هنا كيبقى يلاقي بالسكوتش كيتلاقى بلوس مع المواه كيبقى يسخن. هادو من ضمن الحوايج كيتسبوا في الحرائق. حاجه اخرى عاوتاني، الانسان اللي كيدير مثلا التليفون في الجيب ديالو حاشا كيبقى يعمر بالوسخ هنايا كيبقى يعمر بالوسخ ما كيبغيش يتشارجا ليه. كاين بعض الناس اللي كيديروا حاشا الدفال كيبغي يعبر الطريقه يعني هي المعروفه كيبغي يعبر بالضو سكين ولا ما كاينش كيدير حاشا الدفال وكيدفع كيعطيه بانه كيتشارجا داك لومومون كيبدا يتكون واحد الكاركير. داك الكاركير هو اللي كيدير السيركوي كيتعطى لاماس بعد ياسب يش كيبدا يسخن. ملي كيبدا يسخن نورمال غادي يتشعل، وسيرتو ملي كيحطو فوق البونج ما خصوش يتحط فوق البونج. مثلا عندك تليفون يتحط فوق الجاج يتحط منه الدس من الاحسن ما يتحطش في بلاصه سخونه. هادو من ضمن الحوايج اللي كيخليو العافيه تشعل، هي المساله ان الكونيكتور كيتوسخ كيدير حشاك الدفال اوكي هذا كيعطي واحد لاماس هو اللي كيتسخن صافي كدوز واحد المده قصيره. المهم اهم حاجه عاوتاني حتى السكوتش كدير هنا. انا دابا المدام ديالي كريمه اللي كنتي كتسمعيني حيديتك التليفون ديالك راه دايره لي واحد السكوتش حمراء. هذاك دابا اللي كنتي تسمعيني حيديه انقد ما يمكن انقد. شوف اين فوا تهرسك من هنا تبدل الشارجور دوز به، الا ما كانش اوريجينال دوز به واحد ثلاث شهور تحيدي تبدليه، الا كان اوريجينال عندك العام تبدليه. لا هذا اللي دايرين احنا السكوتش راه عنده شي عام وفينا السكوتش هذا. لا سي خالد انا كننصحك لوجه الله تبعد من الشارجور مقطع تحيدي اين فوا تقطع من واخا مقطع بحال هكا كيقول لك راه دوريجين. لا 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 شوف كنشري دوريجين عندي لي سكوتش، المشكل كتكون حتى ديك السكوتش هي براسها ماشي دوريجين. راه اي كابل فيه اربعه الخيار جوج باش كتشارجي واربعه باش كدوز للبيسي. اييه تخيل ما يتقطع لك ديال الشارج وتلاقاو لك الخيوط راه شعل لك العافيه. واخا دابا المشاهدين غادي يسولوا كيفاش كتشعل فيه العافيه؟ واش كيطردق؟ واش كيتفرقع؟ اشنو اللي كيوقع عليه بالضبط؟ كاين التليفون مثلا شنو اللي كيدير؟ التليفون ما كديريه في الشارج كاين بعض المرات كيعيا اي حاجه كدوز واحد المده التليفون كدوز عندك العام شونجي. عندك كيتبدل ليه البيتري خصك تبدل ليه البيتري. كاين بعض المرات كتلقى الكليان كيجيب ليه التليفون الباتري ديالهم من فوق. اش كيدير؟ كيديروه في الشارج كيبقى يلعب به. هادو من ضمن الحوايج خص التليفون
اذا الواحد نديرو في الشارج نحطو في الشارج. دابا بغيتي تقول بلا ما نبينو لا مارك او ما عرف واش لا مارك. دابا انا شريت التليفون دوز عندي واحد العام واخا باقي مزيان، نجي عند المعلم يكونتروليه نعطي واحد 30 درهم ولا 50 درهم يكونترولي واش باقي مزيان ولا لا، واش الكونيكتور واش باقي مزيان، بدل الشارج ولا الا كان عيان. اذا المواطن ما كيديروش هاد القضيه واقيلا. لا والو ما كاينش ولو واحد في الالف ما كايناش ربما. لا لا كاينين، كاين بعد لا كاينين بعد الناس كيبغيو يشونجيو الشارج، كاينين بعد الناس كنتعامل معاهم كيفيريفي كيكونترولي حتى الطوموبيل غتسافر بها كدير الميكانيسيان تشوف ليا الزيت تشوف ليا الماء تشوف ليا واحد القضيه اخرى. كاين بعض الناس كيدخلوا مثلا التليفون كيخدموا به بلا ما تميل ولا مارك، كيخدم بالتليفون وكيخلي لابليكاسيون محلولين. فهاد لو مومون التليفون اش كيوقع ليه؟ كيخدم مثلا بحال حتى حال خمسه ديال لي باج او سته ديال لي باج، حال مثلا الفيسبوك حال الواتساب حال اييه ما كتسدهمش، التليفون كيبقى خدام بداك كيبقى خدام واخا كيبان كحال بحال هكا كيبقى خدام. الكونيكسيون كيكون تيليشارجي شي حاجه وكيخليه هذيك قضيه ممنوعه سالتي من التليفون كتسد كاع لي باج، اي باج كنتي حاله خصك تسدها باش التليفون كيرتاح حتى هو واحد شويه. انت واخا كاين واحد الحاجه اخرى، كاين اللي يقول لك اسيدي انا راه غادي التليفون ديالي جيت معطل ما عنديش الوقت غدا في الصباح باش غادي نخليه يتشارجا، ما كاينش الوقت، غادي نديرو يتشارجا بليل ولكن غادي نطفيه، واش الا طفاه ما يوقعش اضرار؟ لا ما يوقعش اضرار لك بالاحسن، الا طفاه ما يوقعش ما يكونش ضرار، ولكن خاص يكون الشارجور اوريجينال. اوريجينال 100% ولا كان ماشي اوريجينال يرد معاه البال. من الاحسن من اللي بغى يشارجي ما يحطوش فوق شي حاجه سخونه مثلا مانطا ولا فوق البونج، يحطو في شي في الدس من الاحسن يحطو في حاجه قاصحه ما يحطوش فوق خشب، ما تحطو فوق جاج ولا الومنيوم ولا شي طابله ديال الحديد ولا شي حاجه. واخا مزيدي مزيانه. اذا النصيحه اللي نعطيو للمواطنين باش، لانه اليوم في مدينه المحمديه تحرقات واحد الدار بسبب شارجور، النصيحه اللي نعطيو للمواطنين بصفه عامه انكم تردوا البال الشارجورات ديالكم، تردوا البال التليفونات ديالكم، وديما الكونترول التليفون، وديما ديروا شارجور اوريجينال، والا ما كانش اوريجينال عندك تخدم به 3 شهور وتلوحي تشونجي. علاش؟ باش خلى واحد ما يدير شي حاجه اللي ما تساليكش وما تساليش وليداتك. اذا مشاهدينا كساف كنشكروا السي حسن التقني، وغادي نصدعوك مره غادي تعطينا نصائح في الهواتف وهذا. وسي حسن ايضا راه هو سينمائي كبير بمدينه المحمديه، كنتمنوا ليه مسيره موفقه في المحل هنا، غير يعني كيبريكولي شويه ولكن المهنه ديالو وهو السينما. اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر هذا من البث المباشر، وردوا البال من الشارجورات ديالكم، شريوا شارجورات اوريجينال. ونختموا، الى عندك تليفون شريتيه جديد وباقي خدام مزيان، غادي تمشي عند شي مول المحل ديال التليفونات تقول لي كونترولي ليا التليفون ديالي واش باقي صالح الباتري اللي فيه. اهم حاجه هو الباتري، ياك هو الباتري. اذا دمتم بخير والى اللقاء.